نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. نجوم التاسعة اللي كان المفروض ينتهي نص الشهر ده، لكن تم يعني مد الفترة لنهاية شهر 7 علشان تقدر كل المواهب اللي نفسها تقدم تقدر تقدم، وندي الفرصة لكل الناس انها تحقق حلمها وتشترك في المسابقة. فبدروا وقدموا، لو انت موهوب في الغناء او في الشعر او في القصة القصيرة، ابعت لنا وابعت لنا احلى ما عندك. دايما اجتهد انك يعني تقدم احسن ما عندك، لانه المنافسة قوية والمنافسة مش سهلة، لكن الفرصة كمان كبيرة انك تظهر موهبتك للناس على القناة الأولى من خلال برنامج التاسعة. ابعتوا لنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا هنعرض مع حضراتكم كل المواهب الجميلة اللي هتجيلنا ونستمتع بيها. خلينا نروح دلوقتي نشوف بعض المواهب دي ونستمتع بيها زي ما قلت لحضراتكم. أما براوة براوة وأما براوة، نور حبيبي طراوة آخر طراوة، قلت حبيبي وملانة وعطشانة يانا، أروح له ولا أروح أشرب حنانة، أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة. أما براوة براوة على الشقاوة، وأما براوة براوة وأما براوة، نور حبيبي طراوة آخر طراوة. أنا قلبي قلبي دالي هي هي لي، حبوبي معايا من قبل ما أشوفه، قلبي ده مرايا مرسوم مرسوم في هاتفه، شايفة في خيالي، سمع بيقولي يا حياتي تعالي تعالي تعالي، يا حياتي تعالي تعالي تعالي، غني لي تملي وقولي لي تملي، الحب ده غنوة كلها أحلاها. قصدي الجمال
الحقيقة يعني المواهب كتير على أرض بلدنا، ويمكن جودي مختارة أغنية لليلى مراد، يعني الأغنية طبعا كبيرة عليها شوية لكن الحقيقة أديتها بشكل حلو. أنتوا كمان قدموا أحلى ما عندكم وبعتوا لنجوم التاسعة علشان يكون ليكوا فرصة التواجد مع نجوم التاسعة وتحقق حلمك. احنا بنكلم كل محافظات مصر، كل اللي عنده موهبة يقدم لنا سواء في القصة القصيرة أو في الشعر أو في الغنى. احنا هنكون منتظرين المواهب دي وهنعرض أحلى المواهب اللي بتجيلنا، وفي النهاية يكون في لجنة من يعني ناس طبعا متخصصين يختاروا المواهب اللي تستحق انها تفوز في مسابقه التاسعه. المسابقه موجوده نجوم التاسعه لحد اخر الشهر ده، وبعد كده هيتم اختيار واعلان الفائزين من المواهب اللي اتقدمت لنا في نجوم التاسعه، وهيتم ده على مراحل. حين المعرفه والثقافه والفنون دايما كانت مصر مصدر ليها على مر العصور. مصر يمكن يعني بلد صاحبه حضاره كبيره جدا جدا جدا، علمت العالم الكثير من الفنون والعلوم والثقافه، واحنا بنعتز بده جدا لانه بالعلوم نقدر ان احنا يعني ننتصر على اي جهل واي ظلمات واي افكار سلبيه بتضايقنا موجوده في المجتمعات.